شلون نوجد هذه حالة التشابه؟
طبعا الله سبحانه وتعالى يمكن حاطط بكل التشبه بصفات الله سبحانه وتعالى. والأداة هي الوسيلة والأداة للوصول إلى ذلك الهدف وتلك الغاية. العبادة في جميع ذاتها جميعها تصب في مورد واحد وهو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي طبعا عندما نتشبه بصفات الله راح نعرف الله، وكان المعرفة المحتة التي يمكن للإنسان أن يطلع على حقيقتها بمقدار عقله القاصر وفهمه وإدراكه المحدود. والله سبحانه وتعالى لا يمكن الحافظ به مكتجا. فالتشبه بالله سبحانه وتعالى، الله كريم، ينبغي الإنسان أن يكون كريم. الله رحيم، إنسان لم يكن رحيم. أطوف جبار في موضع التجبر، غضوب في موضع الغضب، وبالنتيجة العبادات الأخرى تشوف فيها جنبات وجنبات كثيرة تقيل الإنسان على أن يتشبه بصفات الله سبحانه وتعالى. لذلك أفضل من تشبه بصفات الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب السيد الطبراني محمد بن سيرين الطبراني كتابا في سنن النبي صلى الله عليه وآله، ودأب تلامذته على ممارسة وتطبيق سنن النبي صلى الله عليه وآله محاولة للسلوك بهذا الاتجاه على طريق الصحيح في فهم أصل الخلق. هذا هو. إذن ينبغي على الإنسان أن يسير إلى الله سبحانه، أن يكون محور وجوده هو الله سبحانه. محور هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والتشبه بالله وانعكاس لله سبحانه وتعالى هو دينه القيم وأحكامه التشريعية. النقطة الثانية ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه معه على موقفه مع تغيير الزمان. الحسين صلى الله عليه وسلم مع وحدة الموضوع ستجد له نفس الموقف في كل زمان ومكان، سواء كان متجها إلى كربلاء أو متجها إلى الشام، سواء كان قبل 1000 عام أو قبل 100 عام. إذا كان الموضوع واحدا ستجد أن الحسين صلى الله عليه وسلم يصدر منه نفس الموقف. لماذا يصدر من الحسين وبيته والأنبياء عليهم السلام نفس الموقف ولا يريدون أهمية لتغير الزمان والمكان؟ إذا كان الموضوع متضح، العلة في ذلك أنهم يحومون حول شيء واحد هو الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى موقف الله سبحانه وتعالى من هذه القضية سلبا، سوف يكون موقفهم سلبا اليوم وغدا وبعد 100 عام. لن يتغير، لن تجد متذبذبا أو مترددا أو متحولا أو متغيرا في موضع من المواضع. قضية الثبات باعتبار ثبات المحور الذي يقوم حوله المعصوم. زين، لماذا نحن ليس لنا موقف واحد، موقف ثابت في الحياة من موضوع واحد؟ تجدنا مترددين متذبذبين. أبسط صورة نضربها ما يجري على أهلنا في العراق، تجد في وقت العزاء يعزي وقت الصلاة في وقت اللطم يلطم، في وقت السرقة يسرق، في وقت القيام يكون، في وقت القتل يقتل، في وقت النهب والسلب يسلب وينهم. لماذا هذا التنقل والتحول في سلوك الإنسان مع أنه يدعي الإسلام ويدعي شهادة أن لا إله إلا الله؟
العلم الذي هذا أن محور الإنسان الذي هذه صفاته محوره المنفع والمصلحة، محوره ما تدر عليه تلك المواقف من مصالح من منافع، محوره الأنا، محوره الذات، محوره أنا وكل تلك الأمور الأخرى، دين، اعتقادات، المسجد، الوظيفة، صلة القربى، كلها عبارة عن أدوات أسخرها لمنافع الشخصية. لذلك أرأيك من اتخذ إلهه هواه أرغمان ما يشيل إلى هؤلاء الناس، هؤلاء الناس قد تجدهم بالظاهر من المسلمين أنهم في الواقع أسوأ من الكافرين، لأنه ليس فقط يخرج نفسه عن الجادة الحق، بل يخرج كثير من الناس عن الجادة الحق بهذا السلوك الباطل وهذا السلوك المنحرف. أحاول الاختصار. القضية الثالثة قضية العزاء وإقامة العزاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عموما في قضية العاطفة والمشاعر والبكاء، القرآن الكريم يؤكد على أن الفطرة السليمة، الإنسان السليم، الإنسان الطبيعي إذا كان معتمدا على المعرفة الواعية تخرج منه تلك العواطف وتلك المشاعر وتلك الأحاسيس، بل القرآن يستنكر على الإنسان أنه لا تخرج منه ولا تظهر منه تلك المشاعر وتلك الأحاسيس وتلك المواقف. فلذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ يقول مما عرفوا من الحق. الإنسان عندما يعرف الحق تتحرك عواطفه، تتحرك مشاعره، وتتحرك أحاسيسه تجاه هذا الحق الذي اطلع عليه. وأيضا في آية أخرى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذول اللي ترسخ الإيمان ينبغي، أصبحت عندهم معارف، أصبحت عندهم علوم، أصبحت عندهم إدراكات ومعارف واعية بالدين، ألا ينبغي لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هؤلاء الناس والمفروض تخشع قلوبهم لذكر الله. يستنكر على هؤلاء الناس أن يدعون أنهم يحملون المعارف الحق في الدين باعتبار يقول الذين آمنوا. والإيمان يعني اعتقاد في القلب، ثم مرحلة أخرى تصدير للقيام، ثم ظهور للسلوك الخارجي والفعلي من خلال الجوارح للإنسان. مرحلة انتقال الاعتقادات أو انتقال الأفكار إلى الخارج عن طريق الجوارح تبدأ من الاعتقاد بتلك الأشياء، ثم تصدير هذه الاعتقادات على شكل قيم، ثم بعد ذلك على شكل أفعال خارجية عن طريق الجوارح والأحاسيس. ولذلك قضية معرفة قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا فطريا تستدعي البكاء، تستدعي العواطف، تستدعي الأحاسيس، تستدعي ظهور المشاعر. كيف إذا كانت هذه القضية هي من أفجع الفجائع، من أكثر المصائب إيلاما في التاريخ الإسلامي؟ لذلك بالإضافة إلى هذا هناك روايات كثيرة جدا تحث الإنسان على إظهار المصيبة وإظهار العزاء وإظهار الحزن وإظهار البكاء.
لربط الإنسان بهذه القضية بقضية الحسين. هناك عندنا جانبين من قضية الحسين، نفس قضية الحسين فيها ثورة وفيها أهداف للثورة. الثورة ينبغي، والطريق أحد الطرق الأساسية